لدى مشاركة سموه احتفال سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن تلاحمنا وأخوتنا وتاريخنا المشترك يجعلنا نشعر أن كل ما يفرح السعودية يفرح البحرين، وكل ما يبهجها يبهجنا، ونحرص على التعبير عن حبنا وتقديرنا للمملكة الشقيقة ومشاركتها في أفراحها باليوم الوطني السعودي بزيارة السفارة السعودية في البحرين للإعراب عن مكنون المحبة في نفوسنا تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ويحق لكل سعودي أن يفخر بمثل هذه القيادة التي تحققت وتحقق لبلدها وشعبها وأمتها الكثير من الإنجازات الوطنية والإقليمية والدولية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل بزيارة سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، وحرص سموه أن يكون بمعيته الكريمة كافة أعضاء الحكومة من نواب رئيس الوزراء والوزراء جميعا. وخلال الزيارة قال سموه: إن اليوم الوطني السعودي يوم مميز لنا مثلما هو عند الشعب السعودي الشقيق، فأعياد المملكة تفرح كل من يريد الخير لأمتنا العربية والإسلامية، فالسعودية هي من يقود مبادرات الخير، وهي سند وعماد هذا الأمن والاستقرار، ومركز ثقل عالمي تنظر لها الشعوب والدول والمنظمات بعين الاحترام والتقدير، وأن مواقفنا دائما مؤيدة وداعمة لكل ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. واللسان يعجز أن يصف العلاقة الطيبة الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ. وأضاف سموه أنه ينبغي على دول العالم مساندة المملكة العربية السعودية في مواقفها الهادفة إلى حفظ أمن المنطقة ودعم استقرارها، فمواقف السعودية أثبتت صلابتها وصحتها وأنها جاءت لتحقيق مصالح جماعية وليست فردية. وبهذه المناسبة تقدم سمو رئيس الوزراء بأصدق التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الشقيق سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم أفراح الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأعيادهم في ظل قيادتها الحكيمة، وأن ينعم على المملكة وشعبها الشقيق بمزيد من الرفعة والازدهار والتقدم. وأشاد سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية الشقيقة من نهضة وتطور في كل المجالات في ظل قيادتها الحكيمة التي استطاعت بكل العزم أن تحقق إنجازات كبيرة تصب في صالح الشعب السعودي الشقيق. كما أثنى سموه على الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ورعاية الأماكن المقدسة من خلال مشروعات التطوير والتحديث العملاقة، مؤكدا سموه أن ذلك ليس بمستغرب على الأشقاء في السعودية الذين حباهم المولى عز وجل بشرف احتضان هذه المقدسات. من جانبه عرب سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن خالص الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على تشريف سموه بزيارة السفارة للإعراب عن المشاركة في أفراح المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، وهو ما يعكس محبة سموه للمملكة العربية السعودية وشعبها. وقال: إنها محبة متبادلة، فسموه يحظى باحترام وتقدير لجميع أبناء الشعب السعودي الذين ينظرون بكل الإعجاب لمواقف سموه وإنجازاته التي نالت الاحتفاء والتكريم محليا وعالميا. ونوه بما يليه سموه من اهتمام بتطوير التعاون القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات البحرينية السعودية تتميز بأنها علاقات ترتكز على أسس متينة من المحبة والاحترام، وهو ما أسهم في أن تكون نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول. Yeah.
أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نتيجة جهود بذلت من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج كان هناك مشروع لتدريس لاختيار سلسلة متميزة من لمادتي الرياضيات والعلوم، وفعلا تم العمل على هذا الصعيد، ولله الحمد منذ سنوات الآن نفذت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية اتفاقية من خلال وزارتي التربية والتعليم للشراء المشترك لهذه السلسلة المتطورة التي جاءت نتيجة بحوث وتطوير واستنادنا عليها، واليوم تدرس في كافة المراحل التعليمية. طبعا ما في شك أن البحرين اليوم تحتفل باليوم الوطني السعودي، فهي تحتفل كشعب بحرين، احنا نحتفل بلدنا السعودية والبحرين شعب واحد، قيادة واحدة، فعلا وطن واحد. حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كعادة سنوية أن يحضر إلى مبنى سفارة خادم الحرمين في البحرين وبمعية مجلس الوزراء، هذا يؤكد عمق العلاقة. فلله الحمد، الله يديم علينا هذه النعمة وهذه المحبة بين الشعبين وبين القيادتين، فعلا علاقة متميزة لا يمكن اختزالها في مصطلح سياسي علاقات دولية، فعلا بلد واحد. وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير. ما نرى الآن من هذا التطور الهائل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ما هو إلا ثمرة من ثمرات الرؤية الحكيمة الثاقبة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. هذه الوثبات الهائلة على جميع المستويات اقتصاديا قادت العالم وأصبحت الآن تتبوأ مركزا هائلا ليس فقط من بين دول الاقتصاد العشرين، إنما على المستوى العالمي ككل. علاقات السعودية البحرينية علاقات وطيدة متجذرة متأصلة، نموذج لما يمكن أن يكون عليه العلاقات الدولية. ليست العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مثل أي علاقة بين أي دول مهما بلغت الروابط بين الدول. هذه الزيارات تعكس العلاقة الوثيقة وأيضا ترجمت إلى واقع تعاون وثيق بينها منشأة جسر الملك فهد وجسر إن شاء الله القادم جسر الملك حمد، اللي يبني هالتعاون الوثيق سواء تعاون أسري أو تعاون ثقافي أو تعاون مجتمعي أو تعاون اقتصادي طبعا في بين البلدين. وهناك مشاريع أخرى من بينها مشروع الملك مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، اللي إن شاء الله سوف تشهد نشاهد على أرض الواقع قريبا بإذن الله تعالى.